لا يوجد شعار سوى الانتصار في مباراة من هذا النوع، من هذا الوزن، في مباراة ديربي. تخسرها؟ هل أنت مجنون؟ تخسر مباراة ديربي؟ هل أنت مجنون؟ لن يرحمك أحد، لا المشجعين ولا الصحافة والإعلام. بالتأكيد مباراة لا أهمية على مستوى اللاعبين. أعطونا ما لديكم اليوم، نريد أداء ممتع، نريد كرة قدم ممتعة، نريد أهداف، نريد دراما كروية. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. والآن مع انطلاقة المباراة، محمد كنو، البليهي، الفرج، محمد كنو، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، لابورتي، روزوفيتش، سافيج، مالكوم، سافيج، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، تسديدة كانت قوية، تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. عنده مساحة خالية على الطرف، روزوفيتش، ياسين بونو يوقف الكرة، الفرج، قد تكون هذه فرصته. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يتواصل اللاعب برمية التماس، محمد كانو، نيمار، سافيج، مالكوم، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، نيمار، لاعب في الأمام في مكان التسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يلعبها إلى الحارس، كرة طولية من الحارس، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. روزوفيتش، إمكانية مرتدة الآن،
رونالدو يلعبها عرضية. الفرج محمد كنو، فرصة هجوم معاكس. شهراني محمد كنو، سافيج يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا له من تصدي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. نيمار يلعبها قصيرة، هل يمكن لمسة سلمان الفرج؟ يا إلهي، هدف للزعيم لمصلحة الهلال. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. المباراة تبدأ ب1-0، الهدف المبكر يجعلنا متحفزين لكرة قدم ممتعة هذا اليوم. روزوفيتش، لابورتي يبحث عن المهاجم، محمد كنو الآن إمكانية المرتدة، نيمار هذا التألق على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ركنية قصيرة، كريستيانو رونالدو، محاولة من جهة اليسار، روزوفيتش، رونالدو، كريستيانو رونالدو، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. كرة تمر بسلام على المدافعين. هجمة مرتدة الآن، يمر ويلعب كرة بينية، تمريرة بينية، يلعب رمية التماس. فرصة للتسديد، تقريبا كان محظوظ في هذه اللقطة. الكرة ملعوبة من مسافة، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. يسدد الكرة، ردة فعلها سريعة جدا. تاليسكا، كرة طولية في المساحة الخالية، بينية إلى كريستيانو رونالدو ويعود بالكرة إلى الوراء.
محمد كنو. الآن فرصتهم للمرتدة. كرة من جهة اليمين، تمريرة جميلة، رمية جانبية. إذن الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ فاتت ومرت وصلت إليه. يلعب كرة عرضية، لابورتي يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه، يبعد الكرة إلى بر الأمام. كرة طويلة للأمام، ساديو ماني يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كريستيانو رونالدو، الله الكرة جميلة. الفرج، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. محاولة تمرير كرة، نايمار، كرة خطيرة على اليسار، تاليسكا، سافيتش، محمد كنو، الفرج، محمد كنو، كوليبالي، كرة طولية إلى الأمام، سافيج، سافيج يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يلعب كرة طولية، سافيج، محمد كنو ينطلق إلى الأمام بسرعة، يحاول فك شفرة نايمار. ردة فعل غير عادية من حارس المرمى، انظروا إليه كم تألق كثيرا في مباراة اليوم. كرة إلى الأمام، تمريرة قوية أكثر من اللازم، سيطرة من الحارس على الكرة، تاليسكا، لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. فرصة هجوم معاكس، يفقد توازنه روزوفيتش، ساديو ماني، تاليسكا، ساديو ماني يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. محمد كنو، سافيج يحاول أن يلعب كرة بينية، نايمار، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، وصلت إليه، يلعبها ببراءة. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. إبعاد ناجح للكرة، الفرج يلعب كرة بينية
والعرضي، هذه ضربة رأسية في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. روزوفيتش، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لمسة بينية، ينجح في لعب كرة عرضية. نيمار يلعبها طولية، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. يلعب كرة طويلة، كوليبالي، البليهي، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الكرة للأمام، تدخل جميل واعتراض أجمل. روزوفيتش، مالكوم، نيمار، الكرة في المرمى، جول. دقائق أولى مجنونة، أصبحت 2-0. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. هدفين مقابل لا شيء، المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يلعبها لمنطقة الخطر. نيمار يحصل عليها، روزوفيتش، تاليسكا، الآن فرصتهم للمرتدة. توليسكا يلعب كرة للجانب الأيمن، ماني يلعبها داخل الـ18، وينجح في استعادة الكرة سريعا. يغير اتجاه اللاعب على الجناح، لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. عدت ساديو ماني، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. أوسبينا يبعد الكرة، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يرسلها داخل الـ18. تلعب الكرة إلى الأمام،
معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. سافيج، مع تكرار مثل هذه الصورة، مع تكرار مثل هذه الكرات المقطوعة، واضح لدى الجميع الالتزام التكتيك الرائع في الملعب، الانتشار الجميل. روزوفيتش، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ نيمار، ساديو ماني، تاليسكا، يلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو. يبحث عن المهاجم، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الفرج، الفرج يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لمسة بينية، توليسكا، اندفاع غير عادي من جهة اليسار. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية، ساديو ماني، كوليبالي، نيمار، شهراني، وأجمل بينية. نيمار، سافيج، هجمة مرتدة الآن، كرة طولية إلى الأمام، كريستيانو رونالدو، سافيج، الفرج، مالكوم، نيمار، نيمار يلعبها على اليمين، محمد كنو، توليسكا، رونالدو، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. تحكم مذهل بالكرة، محمد كنو يتسبب في خطأ، كرة عرضية، ساديو ماني، الآن إمكانية المرتدة. الفرج، البليهي، محمد كنو، كوليبالي، البليهي، الكرة ملعوبة إلى الأمام، يمر يلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية، تمريرة بينية، ضغط يستمر، تحولت بعد ذلك إلى ركنية، فرصة قد تكون مهمة الآن. يبعد الكرة عن المرمى، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، إمكانية مرتدة الآن، يسيطر على الكرة، لمسة بينية، ركنية، سافيج، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى، يرسل كرة إلى الأمام، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. مالكوم، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، وترجع الكرة إلى الحارس.
والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. نايمار، الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. بطاقة صفراء، قرار سليم للحكم. نيمار، كريستيانو رونالدو يحتسب الحكم ركلة حرة. سافيتش، كرة طويلة للأمام. محمد كنو، محمد كنو لمسة على اليسار، يحاول تمريرها من بين المدافعين. نايمار، مرت الكرة والتسديد. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كرة إلى الأمام وتعود الكرة إلى حارس المرمى. محمد كنو، البليهي، كوليبالي، كوليبالي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. تمريرة جميلة، يحاول أن يلعب كرة بينية عرضية. شهراني، محمد كنو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. سافيتش، مالكوم، محمد كنو، مرت تسديدة من أول لمسة. الله على هذا التألق لحارس رائع، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. دفاع ينجح في بعض الكرة عن منطقة الخطأ. كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، شهراني، الكرة ملعوبة من مسافة. سافيج يحاول فك شفرة، سافيج يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. هل ينجح في المرور؟ عرضية داخل ال 18. روزوفيتش يتعثر ويفقد توازنه، يحاول أن يلعب كرة بينية. موجود بعد الكرة. كوليبالي، سافيج وصلت إليه، يسيطر على الكرة. ساديو ماني، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ سافيج بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يمر ويلعب كرة بينية. الفرج يبحث عن المهاجم. مالكوم يخترق من جهة اليمين.
الله يا ولد، كرة رأسية خطيرة، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. الهلال السعودي يضرب بقوة في هذه اللحظات، ينجح في تسجيل هدفين بشكل سريع. 2-0، تقدم مريح. كرة طولية إلى الأمام، وينجح في استعادتها. تاليسكا، تاليسكا، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. خسر المواجهة أمام خصمه. ماني، لمسة بينية، عارضية من ماني، يبعد الكرة إلى بر الأمان، يحاول يسد كريستيانو رونالدو. تشتيت الكرة، قد تكون هذه فرصته. كرة اجتازت الخط، حاولت إلى رمي التماس. أمام فرصة للتسجيل، تاليسكا، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. لابورتي، بروزوفيتش، لابورتي، كرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية ويلعبها إلى داخل الثمنتاش. الله، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. لديه فرصة عرضية من الجانب، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. كرة تمر بسلام على المدافعين، وهذه رمية جانبية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. شهراني يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، تلعب الكرة إلى الأمام، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا.
يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب تاليسكا، محاولة تسديد أخرى وينجح في تسجيل الهدف. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. الفرج مالكوم، أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، وهذه رمية جانبية. كوليبالي، سافيتش، مالكوم، كوليبالي، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. هل يخرج الحكم الإنذار الثاني؟ نعم، بطاقة حمراء الآن وطرد. النصر السعودي يلعب المباراة بعشر لاعبين بعد حالة الطرد، وأيضا منذ وقت مبكر في هذا اللقاء. سافيتش يلعب كرة إلى الوراء، سافيتش الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء، كرة مقطوعة بامتياز. شهراني يلعب كرة أرضية، سافيتش، سافيتش، فرصة هجوم معاكس. توليسكا لمسة بينية، تمريرة، وكريستيانو كرة باتجاه المرمى، الله ما أروع، ينجح في التسجيل. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. أزالوا فارق الأهداف الآن. مالكوم، مالكوم، كوليبالي، كوليبالي، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. كان إبعاد الكرة، يلعب رمية التماس، كرة طويلة للأمام، محمد كنو، مالكوم يلعب كرة بينية، فاتت ومرت وصلت إليه، سافيتش، الكرة إلى خارج المرمى.
تاليسكا، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، يبعدونها. ماني، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، عدت الكرة. محمد كنو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تاليسكا، ساديو ماني، يتعثر ويفقد توازنه. الآن فرصتهم للمرتدة. مالكوم، تمريرة لعب، يا الله، هدف للزعيم لمصلحة الهلال. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ ولديهم تقدم بهدف وحيد. توليسكا يمرر كرة قوية، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. شهراني، كرة طولية إلى الأمام، كرة طولية من الحارس. سافيج، مالكوم، بينية إلى تسديد، يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. رونالدو، ساديو ماني، تاليسكا، تاليسكا، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. توليسكا قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. كرة طويلة إلى الأمام، حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة. البليهي، محمد كنو يلعب كرة على اليسار، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة. ينجح في المرور، يرفع كرة. سافيج، كوليبالي، البليهي، شهراني، نيمار، محمد كنو، كرة للمنطقة الأمامية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لابورتي، رمية جانبية، البليهي،
الفرج كوليبالي، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. مالكوم كوليبالي، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ النصر السعودي، استحواذ على الكرة ولكن سيطرة يمكن اعتبارها سلبية بدون خطورة تذكر على مرمى الفريق الخصم. البليهي، الفرج، البليهي، والحارس يلعبها بعيدا عن مرمى. يا عيني على التمريرة، تاليسكا، محاولة أكثر من رائعة. يلعبون ركنية قصيرة والعرضية، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. مالكوم، مالكوم لمسة على اليسار، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. ساديو ماني، تاليسكا، ساديو ماني، والكرة راية بعد ذلك وتسلل. كرة طولية من الحارس، ماني يمر ويلعب كرة بينية، مرت الكرة، لعبة جميلة تزيد أجمل. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. قوي وينجح في استعادتها، يحاول تمريرها من بين المدافعين، كوليبالي، مالكوم، كوليبالي يحاول أن يلعب كرة بينية، تلعب الكرة إلى الأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. شهراني يلعبها لمنطقة الخطر، خسر المواجهة أمام خصمه. محمد كنو، سافيج يلعب كرة على اليسار، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، يلعب كرة عرضية، يفقد توازنه،
كرة طولية مباشرة للأمام. محمد كنو، سافيج، البليهي يلعبها طولية. هجمة مرتدة الآن، لمسة بينية، تحرك ماركو. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. كريستيانو رونالدو، ساديو ماني يبحث عن زميله، كرة تمر من الجميع. دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. تاليسكا، كرة ملعوبة، تاليسكا انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. توليسكا، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. شهراني، نيمار، كرة طولية إلى الأمام. ساديو ماني يلعب كرة بينية. سافيج، محمد كنو، الفرج، كوليبالي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. الفرج، كرة إلى الأمام، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. محمد كنو، نيمار، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، وهو موجود في المكان المناسب لإبعاد الكرة. كرة على الطرف، لمسة في المساحة الخالية. كريستيانو رونالدو، بالنسبة لهم هذه أقرب كرة إلى المرمى. محمد كنو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طويلة للأمام، كرة تعود للخلف. لابورتي، الكرة ملعوبة من مسافة. محمد كنو يلعبها طويلة، حصلوا على رمية جانبية. توليسكا، سافيج، كوليبالي، كوليبالي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية.
الكرة تمر بسلام على المدافعين. كوليبالي لا يمكن إهداره. سافيتش أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ محمد كنو، نايمار يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة الآن، إمكانية المرتدة. ساديو ماني، كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. تاليسكا، تمريرة جميلة، كرة على الجانب، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. الفرج تلعب الكرة إلى الأمام، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة، تحكم مذهل بالكرة، لمسة. شهراني، تمريرة طولية إلى الأمام، لابورتي، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. ماني، توليسكا، لا، كريستيانو رونالدو، تصدي رائع جدا من الحارس، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، تدخل قوي، ينقل كرة للجانب الآخر. ساديو ماني يمر ويلعب كرة بينية، ساديو ماني فرصة للتسديد، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينا، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. والآن الكرة ملعوبة للأمام. تاليسكا يحاول أن يلعب كرة بينية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. سافيتش، سافيتش يحاول بكرة من ناحية الركنية، مالكوم الكرة تضرب في القائم وترتد، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة.
الفرج ينطلق إلى الأمام بسرعة، يلعب كرة بينية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يحصل عليها لابورتي. تاليسكا. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. تاليسكا. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يلعب كرة الجانب الأيمن. أفقد الخصم التركيز التوازن. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. لابورتي. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كرة طولية إلى الأمام. يلعبها طويلة على الطرف. لمسة بينية. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. سافيج. عدت الكرة والتسديد. مالكوم يلعب كرة عرضية. تاليسكا. إمكانية مرتدة الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين. ياسين بونو يبعد الكرة. رونالدو. قد تكون هذه فرصته. كرة من جهة اليمين. يمر يلعب كرة بينية. الآن إمكانية المرتدة. سافيج. لمسة على اليسار. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يلعب كرة طويلة. مساحة خالية على الجانب. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. جانبية. سافيج يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. رأسية مذهلة والكرة في الشباك. جول. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. تقدم بهدفين مقابل لا شيء. بالتأكيد نلاحظ مع حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف الذي أراح البعض وأصاب البعض بالكثير من الجنون. تاليسكا. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو فرصة هجوم معاكس. سافيج. نيمار. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. الآن فرصتهم للمرتدة. الفرج. سافيج يلعبها للجانب. سافيج. شهراني. شهراني يعرضها داخل منطقة الجزاء. هجمة مرتدة الآن.
يستعيدها الفرج، لمسة بينية، نايمار كبير، قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة! لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. يسيطرون على المباراة واتسع الفارق إلى 3 أهداف، كل شيء في مصلحتهم اليوم. كرة طولية إلى الأمام، يتدخل ليلهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. الفرج، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعب كرة بينية. سافيج، مالكوم، الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ نايمار بإمكانه إبعاد الكرة. سافيج، ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. حصلوا على رمية جانبية. لابورتي، تاليسكا يبحث عن المهاجم. مالكوم، الآن فرصتهم للمرتدة. سافيج، يغير اتجاه اللعب على الجناح. مالكوم يلعب الكرة، مرت الكرة بشكل تسديدة من أول لمسة، تألق غير عادي من حارس المرمى، ينقذ مرماه ويحفظه من الكوارث اليوم. جهد رائع جدا برغم امكانياته العاليه، لكن بصراحه مع وجود هذا الضغط الكبير، هذا الكم المدافعين، لا يمكن له ان يمر. ممتاز في تشتيت الكره بعيدا. سافيج، تصدي غير عادي من الحارس. ساديو ماني، النصر السعودي يستحوذ على الكرة ولكن بدون خطورة، غير قادر على إيصالها إلى الأمام. البليهي، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، ضغط قوي وينجح في استعادتها، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يلعب كرة على اليسار، ساديو ماني، الآن إمكانية المرتدة، تغيير لاعب على الأجناب. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، يلعبها لمنطقة سافيج، الحارس اللي تعرض لاختبار حقيقي بعد هذه الكرة، لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. تاليسكا أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي.
الدفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. مالكوم، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. سافيج يلعبها على اليمين، سافيج يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يستعيد الكرة مرة أخرى، سافيج مرت الكرة، تالي إسكاب ينطلق إلى الأمام بسرعة، يحاول أن يلعب كرة، تالي إسكاب، ساديو ماني. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، يصل حارس للكرة، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة، سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. لعبة عرضية إلى داخل الـ18، يلعب كرة بينية، لديه الفرصة الخطيرة، تسديدة، كرة تمر بسلام على المدافعين، لمسة بينية، ماني يحاول تمريرها من بين المدافعين، كريستيانو رونالدو إلى خارج المرمى. الله على الكنترول، لمسة في منتهى الروعة تعطيه الفرصة من أجل تسديد الكرة. الكرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. كرة طويلة للأمام، تالي إسكاب، رونالدو، ساديو ماني، عرضية من ماني، تالي إسكاب، فرصة من جديد. الله يا ولد، هدف غير عادي. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. ربما يكون هذا الهدف هو هدف العودة، وأخشى عليهم أن يكون هذا الهدف مجرد هدف شرفي. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، لعب في وضعية رائعة جدا لملع الكرة الأخيرة. سافيج، سافيج يمرر كرة قوية،
وصلت إليه، يسدد الكرة، لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. بكل هدوء وراحة في الشباك بدون تردد. الفارق أصبح 3 أهداف يا إلهي على هذا الأداء، على هذه الكرة، على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم. الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم. كرة طولية من الحارس، كوليبالي، سافيج، شهراني، نايمار. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ نايمار، رونالدو يلعب كرة بينية طويلة، كرة إلى الأمام، قوية من كانو، تصدي غير عادي من الحارس. هذا الأداء الكبير، حارس يثبت أنه نجم اللقاء. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. تسديدة أخرى، كرة مقطوعة بامتياز، يتواصل اللاعب برمية التماس، الكرة تخرج مرة أخرى، يمر ويلعب كرة بينية، شهراني، البليهي، كرة طولية إلى الأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. سافيج، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، قد يلعب كرة عرضية الآن، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يمرر الكرة ولكنها بعيدة جدا. محمد كنو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يا سلام، سافيج موجود لإبعاد الكرة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم.
مالكوم. تلعب الكرة إلى الأمام. مالكوم. فرصة سافيج. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ شهراني. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. محمد كنو، لمسة على اليسار، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. نيمار. سافيج. سافيج يلعب كرة، يا إلهي، هدف بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة. انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. كرة طولية في المساحة الخالية، ينجح في إبعاد الكرة، يلعب رمية التماس. لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. ساديو ماني. الفرج. فرصة هجوم معاكس. ساديو ماني يستعيدها. محمد كنو، إمكانية مرتدة الآن. كوليبالي ينجح في المرور، كرة عرضية. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، يسيطر على الكرة. مالكوم يعود بالكرة. سافيج، حارس يقدم مباراة كبيرة، ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. يحاول لعب الكرة بالرأس. ملعوبة قصيرة من نيمار. يلعب كرة عرضية، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. شهراني. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، ابعاد رائع من الحارس. سرعة كبيرة وتهديد خطير من خلال هجمة مرتدة. سافيج، والكرة في اتجاه المرمى، جول.
في غاية الجمال. سيطرة غير عادية مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. تاليسكاب يلعب كرة بينية. الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. لا تزال العودة بعيدة جدا رغم أنهم نجحوا في تسجيل هذا الهدف. قد تكون هذه فرصته. أوه، تدخل جميل واعتراض أجمل، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة من جهة اليمين، تمريرة قوية أكثر من اللازم. الكرة ملعوبة من مسافة، كرة طويلة للأمام. الفرج معكم. نيمار يرتكب مخالفة واضحة جدا. كريستيانو رونالدو تسديد الكرة بقوة، سيطرة غير عادية على الكرة، كنترول جميل، استقبال جميل، وبعد ذلك يبحث عن فرصة من أجل التسديد. محمد كنو كوليبالي. ساديو ماني. لابورتي. لابورتي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يبحث عن زميله. عدت الكرة. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. الفرج سافيج، كرة جميلة على الطاير. تسديدة جاءت بعيدة، انحرفت تقريبا إلى جهة اليمين. لمسة الأولى لم تساعده، جعلت الأمر صعب عليه ولم يتمكن من استغلال الفرصة. لابورتي تلعب الكرة إلى الأمام.
كرة طولية إلى الأمام. شهراني، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحصل عليها محمد كنو، وصلت إليه، تمريرة طويلة إلى الجناح، يزول خطأ مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع على الكرة العرضية، الآن تحولت إلى ركنية. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، كرة طولية إلى الأمام. سافيج، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كوليبالي يمر، الكرة العرضية لم تمثل أي خطر. الآن إمكانية المرتدة، بعتت ومرت، وصل كريستيانو رونالدو، ينقذها حارس المرمى، حتمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. ينجح في بعض الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. سافيج، كرة ملعوبة إلى نيمار، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. مع مزيد من الفرص إلى الركنية، نيمار يلعب كرة قصيرة، يلعب هذه براءة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. توليسكا يحاول بكرة من ناحية الركنية، كرة تمر بسلام على المدافعين. النصر السعودي يحصل على الكرة مرة أخرى، يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان، يرسلها إلى منطقة الجزاء، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها، يلعبها طويلة، يعيدها إلى الحارس. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين، لمسة بينية أمام فرصة للتسجيل، كرة من جهة اليمين، يلعب عرضية داخل 18، هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. يحتسب الحكم ركلة حرة،
محمد كانو. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. تلعب الكرة إلى الأمام. ماني. مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. تاليسكا. تغيير لاعب على الأجناب. ماني. استقبال تاليسكا. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرة. نعم أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى. كوليبالي. البليهي. كرة طويلة للأمام. الفرج. محمد كنو. محمد كنو يلعبها على اليمين. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يستعيدها محمد كنو. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. شهراني. سافيج. محمد كنو. نجحوا في تخليص كل الكرات. شهراني. البليهي. سافيج. مالكوم. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. مرت الكرة بشكل جميل. كوليبالي. سافيج يصل إليها برأسها لكن لا ينجح في استغلالها في تسجيلها. تاليسكا. كرة إلى الأمام. يبحث عن المهاجم. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. إمكانية تسديد. تاليسكا. تلعب الكرة جميلة. جول. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. أحرزوا هدف لكن لا يزال الطريق صعبا للغاية. مالكوم. محمد كنو. يلعب كرة على اليسار. يلعب كرة بين مالكوم. كرة طولية إلى الأمام. البليهي.
محمد كنو. كوليبالي، مالكوم، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. توليسكا يستعيدها الفرج، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، يحاول أن يلعب كرة بينية. نيمار، الله الكرة جميلة، فرصة خطيرة، يسدد الكرة، كانت هذه الكرة خطيرة جدا، التسديدة القوية كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غير